بدأت الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في العام 2009 حين زار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا البلد الخليجي لافتتاح أول قاعدة عسكرية فرنسية في المنطقة. منذ ذلك الحين أصبحت الإمارات أحد الركائز الرئيسية في تمكين الجيش الفرنسي وتوسيع قدراته على الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وما الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي إلى أبو ظبي إلا أكبر دليل على ذلك، حيث تم الإعلان عن نشر تعزيزات عسكرية في القاعدة الفرنسية لتسهيل جهود الإجلاء من أفغانستان. لكن الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا لا تقتصر فقط على الشراكة العسكرية والدفاعية، بل تمتد إلى العديد من القضايا الجيوسياسية. فالبلدان مثلا يدافعان عن حرية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات الإيرانية لمضيق هرمز، كما تتعاون الإمارات مع الأجهزة الفرنسية في ملف مكافحة الإرهاب المرتبط بالتطرف الديني، وهو الملف الذي عانت منه فرنسا خلال العقد الماضي. ويعد الدعم المالي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمهمة العسكرية في منطقة الساحل علامة ملموسة على المساندة الإماراتية لكل الجهود الرامية لمحاربة التطرف الديني في القارة الإفريقية. وعلى صعيد آخر، تعارض كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة التوسع التركي في المنطقة الأورو متوسطية، وكان لحصول الإمارات العربية المتحدة على صفة مراقب في منتدى غاز شرق المتوسط أهمية بالغة سمحت لأبو ظبي بتطوير علاقات أقوى مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتشارك معها في المخاوف بشأن تركيا.